صباح الخير، النهارده يوم جديد، لوك جديد. النهارده هنكون في قصر عابدين. قصر عابدين تحفه فنيه موجوده في وسط البلد. تذكره عامله 20 جنيه. لو عايز تصور فيديو او فوتوغرافيا، فيديو 300 جنيه، فوتوغرافيا 20 جنيه. وهنستمتع النهارده. واقل حاجه في المكان ده فيه 5 متاحف، وده اللي هنشوفه فيديو النهارده. جاهزين؟ يلا بينا. جاهزين؟ القصر بتنظم بطريقة حلوة جدا. من أول ما تخش من باب القصر، أول حاجة هتشوفها هي المدافع القديمة، يعني زي مدفع إنجلترا سنة 1863، ومدفع من عهد محمد علي باشا، وشكل من كل مدافع، يعني زي المدفع ده مثلا، ده شكل تالت. هنخش متحف قصر عابدين. أول برضه لما هتخش برضه هتشوف شكل مصغر من المدفع القديم على إيدك اليمين كده، شكله ظريف جدا. وبعدين هتبص برضه على شمالك هتلاقي مدفع كبير اللي هو كان موجود في اسكندرية، وبرضه هتلاقي بقى في تماثيل بقى للي حكموا مصر، زي مين مثلا؟ زي الخديوي اسماعيل، محمد علي باشا، ملك فؤاد الاول. ولو هتلاحظ بينهم كل واحد مدفع، معرفش ده دليل اللي هو القوة او الضرب والحاجات دي ولا ايه. دلوقتي نخش بقى قاع اول متحف عندنا، متحف الملابس والاسلحه. بيحكي لك من اول لما كان الجندي بيمسك سيف وسلاح ودرع لغايه لما يمسك المسدس او الطبنجه او الشوتجن. يعني عندك الدرع، عندك ان انت تسال الملك فاروق الاول، وبعدين عندك برضو سيف ده برضو، يعني القاعه دي بس بتاع السيوف والحاجات القديمه جدا. عندك هنا شكل العسكري القديم خالص اللي هو كان شكله عامل ازاي. قاعة اتنين بقى، دي بقى فيها اسلحة لازم، كانوا بيقولوا المطوة، السكينة، الخنجر، الحاجات دي كلها هتلاقوها مع بعضيها. ولسه زي ما يجي بقى، لو فتحت الإجازة ودخلتها هتلاقيها هي هي متغيرتش، وده حلو جدا جدا لأن حفظنا على الكلام ده كله. دلوقتي هنخش قاعة تلاتة، بعدين بقى هتلاقي الأسلحة اللي هي زي الطبنجة، زي الشوت جون. السلاح اللي في النص ده غريب جدا، اول ما اشوفه انا بشوف بس في الافلام، ده التلسكوب اللي هو بيشوف الحاجات من بعيد. السيف ده يستخدم في مراسم تطبيق في روسيا، والملك فاروق الاول اشتراه بمبلغ 11000 جنيه سليم، وفعلا عظمه، شكله جدا تحفه في الحقيقه. دلوقتي احنا دخلنا غرفه النياشين. النياشين ده اللي كانوا اي حد بياخدها كده سكور او في الحرب. لو هتلاحظ علم لبنان كده هو علم فرنسا عشان كان في الاحتلال. وبين كل متحف ومتحف جنينة كده حلوة جدا، شكلها حلو جدا جدا جدا، ده بسطني جدا، ممكن تقعد بينهم بين بعضهم. هنخش متحف رئاسة الجمهورية اللي فيه كل تذكار من كل حاجة، يعني مثلا لو الرئيس راح بلد الصين هياخد تذكار من الصين أو اللي هما جايين، إن الحاجات التحف دي. دلوقتي هنخش متحف الوثائق التاريخية اللي هو بمعنى العقد اللي هو كان مثلا مرسلة أو كده، بس كله مكتوب بالتركي. ده متحف الفيديوهات اللي بصراحة أنا انبهرت جدا من شكله، من تنظيمه، من ألوانه، لسه بتحافظ عليه لغاية دلوقتي. كلها أنتيكات وحاجات حلوة جدا جدا جدا. أنتيك ألوانه حلوة جدا. أجمل حاجة في القصر الجنينة، الجنينة حرفيا والشجر القديم اللي هو ممكن يعدي 100 سنة أو أكتر. جميل جدا، القصر مبهر. شايفين الفيديو كله؟ المتحف حلو جدا، بس هو مشكلته ما عجبنيش حاجتين. هو الفيديو اللي هو 300 جنيه ده، انا عايز اصور فيديو، عشان اصور فيديو لازم 300 جنيه. 300 جنيه كتير قوي 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 لو على واحد مصري. الاجنبي 500 جنيه مش هتفرق معاك، في الاخر هتبقى حوالي 50 دولار مش 25 دولار حاجة زي كده. لكن كمصري 300 كتيرة جدا. ده حاجة. الحاجة التانية ما عجبتنيش فيها الإضاءة كانت ضلمة شوية، لو أنا كنت بصور فيديو كنت هتعب. دي حاجة، بس في نهاية الفيديو عايز أقول لكم روحوا روحوا روحوا، هتستمتع جدا جدا جدا. من الآخر هتستمتع، لازم تروح. أول فيديو لينا سيرة تروح فين في القاهرة. وسلام.